معانا عبر الهاتف النجم، واحد من اهم لاعبي طلائع الجيش، واحد من اللاعبين المهمين جدا في منتخبنا الوطني، كابتن مهند لاشين. يا كابتن مهند صباح الخير، مشرفني ومنورني وبهنيك على ادائك الشخصي اليوم واداء الفريق بشكل عام. حبيبي يا كابتن، صباح الفل والمحلول كابتن كريم، سعيد ان انا مع حضرتك وازاي مع ضيوفك، طبعا شرف ليا طبعا اتكلم مع حضرتك. حبيبي اداء ممتاز النهارده واداء رائع جدا، وقلقتنا شويه مع وقعتك في الملعب النهارده وانت ماسك الركب، كانت الاصابه شكلها غريب يعني. طمنا عليك الاول. هو الحمد لله طبعا ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنحضر لما تيجي تلعب بفضل الفرقه كلها بتبقى واحد، لكن طبعا مباريات الاهلي والزمالك بتبقى شويه في تحضير وترتيب اكتر كتيم يعني، لكن الحمد لله رب العالمين كنا مرتبين ومتمرنين واقفين على رجلينا ودرسنا النادي الاهلي على قد ما نقدر كويس. الحمد لله رب العالمين. الخطه دي هي كان عندي بس مشكله كده قبل المباراه في الضمه وركبتي شويه كانت وجعاني، عشان مريح بقالي شويه لسه راجع التمرين بقالي تمرينتين او ثلاثه، فكان شويه الدنيا صعبه في الرجوع، لكن الحمد لله ربنا كريم يعني كنا واقفين على رجلينا الحمد لله. الاداء النهارده كان واضح ان الكابتن طارق العشري بيلعب باسلوبين، يعني انا شفت ضغط عالي في الشوط الاول وشفت تراجع قدام منطقه الجزاء في الشوط الثاني، وانتوا عملتوا الطريقتين بطريقه جيده جدا بصراحه. هو طبعا انت قدام النادي الاهلي لازم تعمل اكتر من سيناريو، لان انت الانديه الكبيره بتبقى عندها دايما حلول وعندهم لعيبه يقدروا يصنعوا الفارق ويقدروا يضغطوك شويه في نص ملعبك. فاحنا الشوط الاول كنا طبعا يعني الواحد بيبقى واقف على رجله اكتر طبعا، وبدنيا بيبقى جاهز اكتر من الشوط الثاني، قدرنا نعمل الضغط العالي الحمد لله، كنا موفقين وكنا بنحاول دايما نسيطر على الكوره لما تبقى معانا، ولما بنفقد الكوره بنبقى دايما متمركزين صح. الشوط الثاني طبيعي قصاد النادي الاهلي، لان هو طبعا بيدور على ثلاثة بونت وبيحاول يضغطك اكتر، فكان لازم ان انت تقفل قافل لما بين الخطوط، ان ده اهم من انك تضغط من فممكن تضر. فاحنا الحمد لله نقفل ما بين الخطوط والبساطة البينيه اللي ممكن لعيبه النادي الاهلي تعملها، ان هم مميزين في ده واتفرجنا عليهم. فطبيعي لما بتشوف بقى دايما في الشوط الثاني النادي الاهلي بيعتمد على الحاجات اللي في المساحات اللي ما بين الخطوط، فالحمد لله درسنا ده، وكان لازم في الشوط الثاني نعمل ده شويه او نقفل الخطوره بتاعتهم في البينيات، والحمد لله قدرنا ننفذ ده يعني. اسمك دايما يتردد كورقه مميزه في سوق الانتقالات، دايما الكلام على الاهلي، دايما الكلام على الزمالك، دايما حسم مفاوضات مع الزمالك، دايما حسم مفاوضات مع الاهلي، هل حسمت هذه الامور ولا الامور ما زالت معلقه بالنسبه لبقائك في طلائع الجيش؟ والله هو دايما زي ما حضرتك بتقول، هو موضوع الانتقال طبعا في الاول وفي الاخر بيبقى مرتبط بناديك، لكن ان شاء الله بالنسبه لكبير ربنا كريم الموضوع عندي طبعا مجلس الاداره، لكن ان شاء الله في يعني الفتره الجايه في خير ان شاء الله في حاجه كويسه. فين لسه برضو طبعا زي ما قلت لك الموضوع بيبقى مع النادي والتفاوض من خلال النادي، لكن ان شاء الله يعني بنسبه كبيره ربنا المستعان هيبقى في حاجه كويسه جدا يعني ان شاء الله. حاجه كويسه، حاجه كويسه في مصر ولا بره مصر؟ لا لا في مصر ان شاء الله. نادي الزمالك؟ ايه؟ نادي الزمالك حسن. نادي لا الزمالك. ما هو الموضوع في الاول ده عند النادي، فانا مش ما طبعا بس خلاص بس الحمد لله رب العالمين فيها عروض كويسه. في يناير كان فيها عروض جديه ان انا اتحرك من الفرقه، لكن طبعا تواضع الفرقه ما يسمحش ان امشي. فاتاجل الكلام واتاجل كل حاجه لنهايه الموسم، وانا مش من اللعيبه اللي ممكن تمضي وبعدين تخلص مع ناديك، لكن لا انا بتخلص مع نادي هتلاقيني موجود مع النادي اللي بيخلص. فالموضوع بالنسبه لي ان شاء الله ربنا يقدم الخير، اخر موسم هيكون في الخير باذن الله وحاجه كويسه يعني باذن الله. لكن مؤكد انه ده اخر موسم ليك مع طلائع الجيش. لا باذن الله يعني طبعا الموضوع عندهم برضه، لكن طبعًا ان شاء الله ربنا المستعان. انت يعني واضح 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 من كلامك ان انت واصل اتفاق مع نادي طلائع الجيش، اتفاق محترم كمان يعني. ما هو الموضوع ما بيبقاش اتفاق، لان على حسب احتياج الفرقه ليك، ما تعرفش الظروف قدام ممكن تمشي ازاي. لكن في الاول في الاخر يعني انت بتقدم احسن حاجه عندك عشان دايما تبقى في مكان افضل. طبعا نادي الجيش نادي كبير والحمد لله حققت معاهم حاجات كويسه جدا، بطوله اول بطوله في تاريخ النادي وتاريخي، فان شاء الله نبص للي جاي يعني باذن الله، وهم يعني يساعدوني ان شاء الله بحاجه احسن باذن الله. مستني الفرصه، فرصه جديده مع منتخب مصر مع الكابتن ايهاب جلال؟ طبعا 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 متفائل، مستنيها طبعا ان شاء الله، ونقدم حاجه افضل وباذن الله نفرح الناس بقى في اللي جاي كله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الكابتن مهند لاشين نجم طلائع الجيش، انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب هو لما سالته على الزمالك اقرب فهو ضحك جدا، وانا عايز اقول لكم انه مهند لاشين قريب جدا جدا من نادي الزمالك، دي معلومه، وهو كمان لمح ليها ولكن لم يؤكدها احتراما لنادي طلائع الجيش.